ومع حضراتكم لسه مكملين فقراتنا اللي بنقدمها في هذا الصباح، وبنحاول ان احنا نراعي كل الجوانب اللي ممكن تكون بتهم كل مشاهدينا، طبعا جمهورنا في هذا الصباح وكل مشاهدي اكسترا نيوز. النهارده هنرجع نكمل كلامنا عن معهد القلب، ايه اللي بيحصل في معهد القلب المصري. طبعا مكان كبير جدا بيستقبل يوميا الاف من الحالات او من المواطنين المصريين. رعاية القلب مش بس في القاهرة، لكن المعهد كمان بيستقبل حالات من محافظات مختلفة في الجمهورية، غير كمان ان المعهد موجود وشغال لانه عنده دور مهم قوي في القضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة. انا عارفة ان في ناس كتير فقرتنا اللي فاتت بعتت اسئلة لضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الاستاذ دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب، هو النهاردة موجود معانا منورنا مرة تانية، هيكمل الرد على استفسارات حضراتكم، واحنا كمان هنقول له كل الأمور المتعلقة بمعهد القلب. صباح الخير يا دكتور منورنا. صباح الجمال، وأنا مبسوط جدا أن باجي في المنبر الجميل بتاع حضرتك. شكرا. هذا البرنامج الصباحي اللي بيقدم رسالة إنسانية نبيلة ويتفاعل مع كل الناس، ونجاح اي رساله اعلاميه يكون فيها تفاعل، وانا شايف ان في تفاعل. بشكرك كمان على استقبال الحالات اللي حضرتك استقبلتها الحقيقه في معهد القلب، انه ما فيش حد الحقيقه كلم دكتور جمال الا وكان في استقباله على طول، فبشكرك كمان. انا من ساعه ما توليت المسؤوليه بتاعتي ويعني قلت ان انا هكون خدام قلوب المصريين، والاجانب بيقولوا على الموظف العام بابليك سيرفنت، خادم للمجتمع. انا بقول ان انا في خدمه اي مصري اقدر اقدم له الخدمه، وطبعا انا الخدمه دي بيشترك فيها ناس كتير. بيشترك فيها فخامه الرئيس اللي هو ما بيتاخرش وبيدفع مبالغ رهيبه جدا للقوائم، بتشترك فيها معالي وزيره الصحه اللي هي ليل نهار بتلف في محافظات مصر وبتدعمني بقوه وشده، وهيئه المعاهد التعليميه ومعهد الاهلي طبعا دره التاج في القضاء على قوائم الانتظار، علشان معظمها طلعت حالات قلب، يعني 60% 70% حالات قلب. حالات قلب. احنا بنشتغل 24 ساعة. يعني طب حضرتك طمنا بقى على مبادرة الرئيس وقوائم الانتظار. الحمد لله بالنسبة للقسطرة يعني تقريبا ما عادش في قوائم انتظار. طب يعني على ذكر القسطرة، في إشاعة أو حضرتك قول لي حقيقة طلع على معهد القلب إنه المعهد بيرفض يستقبل حالات القسطرة بحجة إن جهاز القسطرة معطل. لا، ده احنا عندنا 9 أوض قسطرة، ما فيش زيهم ولا في كليفلاند كلينيك، يعني استحالة القسطرة تتعطل. أنا لسه جاي من معهد القلب دلوقتي. هل في حالة عند حضرتك تعطيل في غرف القسطرة؟ خالص، يعني انا عندي اوض قسطرة. امال ده جه منين الموضوع ده؟ حضرتك الاشاعات عارفه السوشيال ميديا ممكن تطلع حاجات مش مظبوطه. انا لسه جاي من معهد القلب دلوقتي، وكان في حاله بتتعمل طوارئ، وامبارح الساعه 7 الصبح في نفس الوقت كان في شاب 35 سنه توقف قلبه 45 دقيقه. الشباب الاطباء قعدوا يعملوا انعاش وصدمات كهربيه، توقف قلبه فجاه، اول مره يتعب. 45 دقيقه 45 دقيقة قعدوا يشتغلوا عليه مساج وصدمات كهربية، خد أكتر من 20 صدمة كهربية. القلب اشتغل تاني، طلع القسطرة ولقينا شريان التاج الخلفي مسدود، اتفتح واتحطت فيه دعامتين، وقعد على جهاز التنفس الصناعي لغاية بعد الظهر، وفاق واتشال، وكان بيتخانق آخر النهار عايز يروح، وقال له لا لازم تبات ليلة يعني. فلا، المعهد بيقوم بوظيفته، ووظيفة يعني أنا بقول لحضرتك مش ببالغ، لكن من أكبر مراكز القلب مش في مصر لكن في العالم، حجم الشغل رهيب جدا. بتستقبلوا كام حالة تقريبا؟ يعني مثلا عمليات القسطرة ممكن نعمل في اليوم 70 حالة، منهم 15 أو 20 اللي هي الجلطات الحادة، اللي هو الحالات الكريتيكال يعني، اللي هو ممكن يموت لو ما راحش. يعني احنا لسه بنتكلم على الشيف أدري الله يرحمه، كان صاحبي مات فجأة 52 سنة، ده أزمة قلبية ما لحقش يروح المستشفى. 30% من حالات الأزمات القلبية المفاجأة ممكن ما يلحقش يروح المستشفى للأسف يعني. اللي بيروح زي اللي حكيته لحضرتك ممكن يتلحق ويتعمل له قسطره ودعامه ويعود الى الحياه. طبعا بشكر فريق الطب اللي كان مع حضرتك. شباب جميل جدا يعني بصراحه، بعد ما قلبه توقف. لو حضرتك شفتي والدته ووالده وهم عمالين يعني في نحيب وبكاء وعويل، وبعد كده الفرحه، وهم بعد ما اخر النهار بقى كويس وتشامل على جهاز التنفس وهيروح معهم. الحمد لله دي من احياها كانما احيا الناس جميعا. انا بقول لهم لو ما عملتش في الكارير بتاعي في الاداره غير هذه الحالات اللي انقذتها، دي كفايه ان انا اقدر يعني تنفعني يوم الكرب العظيم. حتى انا بقول للصغيرين اللي هم تعبانين وسهرين طول الليل، اروح له بيتي اقول له معلش طلع الحاله دي، بيبقوا خلاص منهكين يعني. اقول له هتنفعك. بس بيوصل لحضرتك حالات في حالات صعبه جدا وبتتلحق، وبيبقوا هم مرهقين جدا، بقول له معلش اضغط عليه، زق نقطه التعب بتاعتك شويه
دي يمكن دي الحاله اللي تشفع لك يوم الكرب العظيم. قلت لهم اوعى تفتكر المرتب بتاعك ولا الحوافز اللي بتاخدها دي هي مقابل عملك. هناك اشياء لا تشترى، في حاجات ما تقدرش بثمن. يعني لو جيت قلت لحضرتك الهرم الاكبر ده ثمنه كام؟ ملوش ثمن، ملوش شويه احجار طبعًا. لا يثمن. ايضا المجهود في انقاذ حياه الانسان دي مش مرتب، الثواب عند المولى عز وجل، والقيمه الانسانيه والراحه النفسيه والبركه في الرزق، الحاجات دي بحاول اكرسها. يعني انا حتى كتبت قلت مهمتي في ترميم البشر اصعب من ترميم الحجر، بسهوله ان شاء الله هنصلح الرتوش والمبنى، لكن المعنى هو الانسان. ده رسالتي الانسان، ده هو الطبيب، هو الممرض، هو الفني، هو الموظف، هو الاداري، ايضا هو المريض، ايضا هو الاستاذ المعلم اللي هيجي من بره، مهتمنا بالانسان في كل صوره. القوائم الانتظار او الحركه قلت لنا انه من الحالات الحرجه الكتير طلعت معظمها من اللي كانت على من 60-70% طلعت من حالات القلب. حالات القلب. المعهد استقبل قد ايه منها تقريبا؟ احنا كان اول احصائيه عملنا في الشهرين اللي فاتوا حوالي 3000 حاله. 3000 حاله من اللي كانوا موجودين على قوائم الانتظار. ده رقم كبير جدا، كبير جدا. يعني في دول كامله لا في شهر 3000 حاله. لا من ساعه ما فخامه الرئيس اطلق المبادره والسيده الوزيره وفرت لنا مستلزمات رهيبه. حتى بيقولوا لي انت بتجيب المستلزمات منين؟ قلت لهم ما تقلقوش، ورايا دعم جامد جدا، مفيش حاجه بتخلص، الاساطير موجوده، الدعامات موجوده، كل المستلزمات، وعندي الانسان اللي هو العنصر البشري المدرب واللي الخبره بتاعته زادت بالشغل كمان. الاطباء والاطباء دول من اول يوم انا قلت عندي محورين، قلوب الفقراء وشباب الاطباء. شباب الاطباء هحاول احسن من حالتهم الاقتصاديه. على فكره مبادره الرئيس برضه مدي فلوس زياده حوافز للدكاتره. وده بيساعدهم طبعا، وفرحوا جدا. فانا بشكر فخامه الرئيس واسمي مجهودات معالي الوزيره. شباب الاطباء من ناحيه الحاله الاقتصاديه بحاول احسنها، التعليم والتدريب. امبارح كنت في احدى الشركات بقول لهم احنا اللي عايزين فلوس تجيبوا لنا وجبات ولا بتاع، انا عايز تعليم للدكاتره. فاتفقنا على برنامج تعليمي هيصرفوا عليه وتدريبي شركات الادويه، الشركات، يعني عايز المجتمع المدني يتفاعل معايا. وانا من اول يوم قلت برضه ان معهد القلب ده مش في جزيره منعزله، ده مؤسسه قوميه كبرى لازم يكون لها دور في التعليم والتدريب. انا هدرب الناس اللي بره معهد القلب كمان من جميع انحاء مصر. حضرتك هتسمح ليه الاطباء المتخصصين دورات تدريبيه يجي يتعلم مثلا على الموجات الصوتيه على القلب، قلب الاطفال. احنا عندنا حالات امراض قلب اطفال لا نظير لها في العالم. ده جه مره واحد من الخبراء قال لي ده كارديولوجي بارادايز، يعني جنه القلب. ما لا عينه رات، يعني ايه الحاله اللي هو نفسه يشوفها بيجيله كل 5 سنين مره في اوروبا، لا بيقابلها في اليوم 5-6 مرات هنا. بيقابلها عادي يعني، عادي وبيشتغلوا بيدخلوا يشتغلوا العمليات دي. يعني كارديولوجي بارادايز قال لي ده جنه القلب او في يعني هل القلب. طب ارجع لموضوع قلب الاطفال، هل تم تطوير الوحده؟ حضرتك عارف ان احنا دايما كان مثلا عندنا مركز القلب اللي موجود في اسوان، وده كان اللي بيستقبل عدد حالات كبيره جدا فيما يتعلق بتخصص الاطفال. لكن معهد القلب بصراحه دكتور احنا ما كناش بنسمع انه عنده القدره على استقبال الحالات اللي هي المستعصيه المتعلقه بامراض القلب للاطفال. انا مع حضرتك تماما. انا اسفه ان انا بقول كده. لا لا ده كلام صحيح، ده كلام صحيح. وكان حتى وحدة الأطفال حديث الولادة الصغيرين ما كانتش بتتعمل. الحمد لله من ساعة ما مسكت من 3 شهور بتتعمل. بدأنا وعملنا طفل عمر يومين ونجحت العملية والحضانات اشتغلت، وبدأنا نعمل أطفال وزنهم صغير. وفي إن شاء الله مشروع اللي هو تحويل معهد فرع امبابة. احنا عندنا معهد القلب فرعين، الفرع الرئيسي اللي هو القديم اللي هو ناحية الكتكات، الثاني اللي هو بعد كوبري أحمد عرابي بيسموه مطار امبابة، فرع المطار ده غالبا هيبقى المعهد القومي لطب وجراحه الاطفال، هخليه كله. طب ده رائع جدا يا دكتور. انا يعني حضرتك هتخلق مكان حكومي في مصر متخصص في جراحه قلب الاطفال. لما عرضت الفكره على معالي الوزيره قالت دي فكره عبقريه وهي هتدعمها ومشيخه الازهر هتدعم، وان شاء الله جاري التحضير فيه. احنا مع حضرتك هنا. طبعا انا عايز موجودين. عايز قناه اكسترا دي مهتمه بصحه المصريين ومهتمه بكل الملفات اللي هي بتهتم بالحاضر المصري والواقع المصري، ودي فائده الاعلام الهادف لو مشاكل الناس الحقيقيه دون اثاره بلبله. أنا وجدل لا طائل من وراء. حضرتك عارفه ان الناس اهم، فانا معايا بس حد عايز يكلم حضرتك على التليفون. مين معانا يا معلم؟ علي استاذ مصطفى. معلش يا استاذ مصطفى ممكن ترجع لنا تاني؟ يعني
هنحاول بس يا جماعة أرجوكم اللي يبقى عايز يكلم دكتور جمال ومش عارف إن هو يفضل على التليفون فترة طويلة، ممكن حضرتك سيب بس رقم تليفونك وزملائي هيكلموا حضرتك، مفيش أي مشكلة خالص. طيب هرجع إذن إنه الأجهزة اللي موجودة داخل معهد القلب، هل في عند حضرتك جهاز يا دكتور ما بيعملش بكفاءة عالية؟ كل الأجهزة ممتازة جدا والعمل على مدار الساعة. بقول لحضرتك هاتيلي قسطرة في مصر بتشتغل 24 ساعة، يعني بتاع بالليل بيسلم بتاع بالنهار، مكملين ما بيناموش عمليات. يعني في بعض المستشفيات بيطلب الدكتور من البيت عما يجي يكون اتأخر، لا ده قاعد مقيم، في أستاذ قاعد مقيم، فده مش حقيقة. لا طبعا معهد القلب يعمل على مدار الساعة. الناس من كتر انا ما بقول ان احنا بقت الدنيا سهله بيبقى متهيئ ان هو يدخل يلا اتفضل اطلع على طول، لكن لا هي طبعا اعداد يعني غفيره. يعني برضو دور تواجدي في يمكن اعلاني عن النشاطات معهد القلب زودت الاقبال، هم حتى بيقولوا انت تعبتنا يا دكتور، زمايلي في المعهد انت تعبتنا، بقت العيادات الاعداد زياده والاستقبال بقى بيستقبل زياده. بس حضرتك اكيد بيبقى عندك اولويه للحاله. 6000 حاله في الشهر اللي فات، ده كان بيجي لهم 2200، الشهر اللي فات ده 6000 حالة طوارئ أزمات قلبية، أرقام يعني غير طبيعية. خليني أقول لحضرتك إن الناس كانت زمان يمكن فقد الثقة في معهد القلب، إن كانوا بيقولوا إن شوية شغله قل، إن هو بدأ يعمل حاجات بالاقتصادي، لكن إحنا الحقيقة محظوظين. أنا بقول لهم أنا العميد المحظوظ. ليه بقى؟ أنا جيت والرئيس حاطط ملف الصحة على قائمة الأولويات وحطه يمكن رقم واحد في ولايته التانية، وجيت لقيت وزيره نشيطه بتتحرك وعايزه تعمل حاجه كويسه، فكان الدعم لا محدود وقالوا لي اعمل انت شايفه، يعني ادوني فري هاند في خدمه قلوب الناس. اي حاجه عملتها كانت بمباركه من القيادات، يعني بصراحه انا كسرت الروتين في حاجات كتيره جدا. يعني لما يجي عيان يقول لي احنا انقذنا حياته امبارح، ده ما كانش معاه بطاقه شخصيه، كان في بطاقه والده. زمان كانوا يقولوا لا لازم بطاقتك، لو هي اكسباير ده حتى البطاقه يقولوا لا سوري دي بطاقه غير صالحه، هات لي بقى بطاقه صالحه، فكان بيتعطل ويتاخر. قلت لهم لا، يكتفى ببطاقه مثلا والده او حد من العيله بتاعته. لسه ما طلعش القرار بتاعه، لا يطلع مجانا لحين اصدار القرار، يتعمل وبعد كده نفكر بقى في القرار، يتعالج وبعدين يجيب القرار. احنا كان الاول اللي عرفه بنروح نجيب قرار على علاج على نفقه الدوله، لجنه ثلاثيه، وبعدين يدخل. بصراحه الحالات اللي بتيجي في الطوارئ كلها بطلعها بدون اي اجراءات ورقيه ولا تعقيد. يقول لي يا دكتور ده هو مكتوب في البتاع دعامة عادية، لا يعمل دعامة دوائية طالما جاي. فأنا تخطيت حاجات كتيرة جدا. طب أستاذ مصطفى رجع لنا تاني ومش عايزة الخطيئة، طب معلش يا دكتور. أستاذ مصطفى ألو. أيوة أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى أنا يعني إحنا غير موفقين في التواصل مع حضرتك فبنعتذر. حاول تاني بقى. جدا يعني، لأنه واضح إن لا هو واضح إن هو عنده مشكلة في التليفون. طب الأطفال يا دكتور أو الناس اللي هم بيبقوا عندهم بيقولوا في حاجة اسمها النسبة الدقيقة، يعني أنا مش عارفين إيه النسبة الدقيقة في الإصابة أو التعامل مع أمراض القلب. يعني دايما بيقولوا إنه في حاجات ممكن الإنسان يعملها أو يكون في ممارسات طبية أو بعض الأمراض اللي بعدها مع الوقت أو بقدوم الزمن ده تحولك لمريض قلب، مريض قلب، وإنت في الواقع الأمر إنت ما كنتش مريض قلب أصلا. الممارسات اللي هي اليومية اللي ممكن تخلي الواحد يبقى مريض قلب ان هو يفضل قاعد على الكرسي ليل ونهار. الحركة مهمة جدا. الحركة بركة. يعني فولكلور الشعبي. الوعاد ممكن. الوعاد مرض. الوعاد مرض. طب ناخد الحاجة ندوية، معلش يا دكتور. حاجة ندوية. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة. ازاي حضرتك حاجة؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا الله يخليك. الله يخليك يا حاجة. من فضلك يا استاذ ممكن بس عايز اسال بس الدكتور سؤال. اتفضلي. عن القلب، لان عندي الحاج هو عنده 67 سنه وبيشتكي دايما ذراعه الشمال بيبقى منمل وفي حته ان هو تلاقي في الصدر كده تبقى عنده حرقان ومش قادر، ورحنا لكذا دكتور واخذ ادويه والحاجات دي كلها وبرضه عمال بيشتكي مش عارف اعمل ايه، هل اوديه معهد القلب يا دكتور ولا ايه؟ دي حاله قلب، عايز معهد القلب ويمكن يحتاج قسطره ويمكن يطلع عنده الشريان التاجي، انا هشرح الحاله بتاعته دلوقتي. طيب حاجه ندويه ممكن تروحي معهد القلب؟ ايوه. ممكن تروحي معهد القلب؟ ممكن باذن الله ان شاء الله. هو اللي هو في امبابه دوت ولا ايوه هو ده اللي في امبابه ده. في امبابه؟
ماشي شكرا كتر خيركم. عفوا يا حاجه ندوي الوجع. طب بناخد استاذه منى. طيب معلش استاذه منى. ايوه صباح الخير. صباح النور يا فندم. انا كنت عايزه اسال، انا عندي قلب، عندي شريان في القلب مقفول من سنه 2000 وما اكتشفناهوش غير لما جات لي جلطه تانية في 2009 وركبت قسطره. دعامه. دعامه. عملت دعامه، ركبت دعامه. واللي هو مقفول خالص ما ينفعش يتفتح. لا ما ينفعش مع الاسف. ان حاولوا فيه ولا ما حاولوش؟ حاولوا فيه بس ما، لانه كان من سنه 2000 يعني، لان كان بيجيلي الام في صدري وشخصوها مع الاسف على انه ارتجاع في المريء. ده الغلط. انت النقطه اللي قلتيها دي نقطه مهمه، انا احب ان انا اوصل الرساله دي للناس. طيب الشريان الثالث اخباره ايه؟ دلوقتي الشريان متركب فيه دعامه، فيه مشكله فبيقولوا لي عادي. ما هو في واحد مقفول وواحد فيه دعامه والثالث اخباره ايه؟ لا كويس ما فيهوش حاجه. اللي فيه الدعامه فيه مشكله هو كمان؟ عندي نهجان دلوقتي جامد جدا. عضله القلب كام في الميه؟ حاجه و60 لا حاجه و50 58. مش وحش، كويس الحمد لله. طيب انا هشرح الحاله بتاعتك. فدي عايزه بقى قلب مفتوح ولا ايه بالظبط؟ ولا اخر مره عملتي قسطره امتى؟ عملتها 2009 ونص تقريبا. هو المطلوب مني دلوقتي امتى اعمل قسطره؟ انت قلتي 2009 القسطره يا مدام منى؟ عملت كذا مره يا شكلها. اخر واحده امتى القسطره؟ 2014. اخر قسطره عملتها. هتحتاجي تعيديها تاني القسطره. طيب هتحتاجي تعيدي القسطره تاني يا مدام منى، والدكتور هيرد عليك. هناخد بس عامر من سوهاج ونرد مره. خلاص استاذ عامر. استاذ عامر. طب احمد من اسيوط. استاذ عامر بنعتذر لك. استاذ محمد من اسيوط. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. هسال بس الدكتور جمال على حاجه. اتفضل يا محمد. يا دكتور جمال، انا كنت عملت جالي كده زي اخفاقات كده في القلب. عندك كام سنه يا محمد؟ 40 سنه. خفقان قصدك؟ رفرفه. ايوه رفرفه. فعملت هولتر فقالوا لي فيه 14000 دار بساطه زياده في اليوم. في اليوم خدت ادويه؟ خدت كوردرون. ما ريحكش لسه؟ لا لسه. فغيرته خدت بيتاكور. طيب بعد ما خدت البيتاكور بقوا كام العدد؟ 14000 ولا نزل شويه؟ لا ما لسه ما عملتش هولتر لحد دلوقتي يعني. لكن لسه موجود الخفقان. مريحني شويه الحمد لله. ريحك شويه بس لسه فيه صح؟ بس على فترات يا دكتور يعني. على فترات. اسبوع يجي لي مرتين. بس 14000 كتير. انا هقول لك التعامل الصح في الحاله دي ايه. طيب انا بشكرك جدا يا محمد. انا ما سمعتش والله يا علي. الحاج عواطف. طيب حاج عواطف. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله عايز اكلم الدكتور جمال لو سمحتي. اتفضلي يا ست جمال معاكي. انا عندي ابن بنتي عنده 6 شهور ونازل بثقب في القلب. ثقب؟ ثقب. في الاذين ولا في البطين؟ والله انا مش عارفه. هم قالوا مولود بثقب. اتعملت الموجات الصوتيه كم مره؟ هما دلوقتي حاجزينه في مستشفى بالريش، عنده التهاب رئوي شديد. ما هو الثقب بيخلي الرئه تلتهب كل شويه. طب هو يحتاج عمليه؟ لو مش هيتعمل فبالريش هاتيه معهد القلب واحنا نعمله على طول. حاج عواطف لو مش هيعملوا العمليه فبالريش وديه معهد القلب وانا هدخله لك على طول. روحي اسالي على الدكتور جمال شعبان. تعالي مكتبي وانا هعمل له دخول. حضرتك لو سمحت. تعالي لي مكتبي في معهد القلب وانا هعمل له دخول ونعمله الجراحه على طول ان شاء الله. خلاص يا حاج عواطف. يعني ساعات الثقب بنقفله بالقسطره. ماشي يا دكتور شكرا. شكرا يا حاج عواطف. حاجه سوهير. هننسى الاسئله كده. انا لا انا مش هنساها. حاجه سوهير. ايوه صباح الفل. صباح النور. اهلا بيكي يا حاجه سوهير. اهلا بحضرتك. دكتور من فضلك. اتفضلي. دكتور معاكي. يا دكتور صباح الفل. صباح الجمال. انا 69 سنه السنه دي بس. ربنا يديك الصحه ويبقى 89. وفجاه القلب ولقوه في حاله سيئه. مركبه المهم من الاخر 4 دعامات. طيب من ساعه ما ركبتهم من 6 شهور تعبانه. في لي ميه على الرئه وميه على القلب. عضله القلب كام في الميه؟ مش عارفه بس. اللي عملت الاشعه مره والايكو كده بقى يقول كده، يقول عضله القلب قويه الحمد لله. عضله القلب قويه. عمليه الريلاكسيشن ارتخاء العضله يمكن هو اللي فيه مشكله. ده اللي بيخلي فيه ميه. طيب عايزه دواء للميه اللي بينزل الميه الصبح ده. ده
انا باخد بقى باخد الاكسدايم ده ولا ايه؟ بيريحك شويه؟ امبارح اول امبارح كنت بموت واصرخ في الشارع لحد ما رحت لدكتور القلب. لا تعالي حضرتك المعهد وعندنا وحده لهبوط. المره دي قال لي بلاش بذل، ما انا بدخل المستشفى بص لا تعالي المعهد حاجه سوير اسمعي الدكتور، عندنا وحده لضعف عضله القلب او هبوط القلب والميه اللي بتتجمع دي، في وحده متخصصه هنقدر نتعامل معاكي باحترافيه ان شاء الله. خلاص يا حاجه سوير هتروحي معهد القلب لوحده هبوط القلب. ايه؟ هتروحي معهد القلب وحده هبوط القلب، او تعالي لي وانا اوديكي لوحده هبوط القلب ونعمل لك اللازم ان شاء الله. الله يكرمك ويديك الصحه وينور لك عينك. الدعوه دي احسن من اي حاجه. طبعا طبعا ربنا يعافيك ان شاء الله يا حاجه سوير. نرد بقى يا دكتور، الحاجه كانت بتسال ان زوجها بيقالوا له بتمميل وبعدين بيحس بألم وبعدين شخصوه على ان هو ارتجاع مريء وبعدين لا ده ذبحه صدريه. واللي بعديه قالت نفس الكلام، قالت هي شريانها مسدود، قالت قعدت تتعالج على انه ارتجاع مريء بالظبط 12 سنه وفي الاخر عرفت ان ده شريان تاجي مقفول. ودي انا بعلمها حتى لشباب الاطباء مش بس للناس العاديين. اي وجع في منطقه الصدر احيانا ببالغ وبقول ايه من الفك السفلي لغايه السره في المنطقه الاماميه دي، وخاصه اللي بيسمع في الكتف الشمال ويعمل تنميل، سواء كان حرقان سواء كان سكينه بتقطع سواء كان تقل، ده بعتبره قصور في الشريان التاجي وذبحه صدريه الى ان يثبت العكس. ايه الى ان يثبت العكس؟ يعني بعمل كل فحوصات القلب الاول. هي دي ممكن تبان من رسم القلب؟ تبان في رسم القلب، لو ما بانتش في رسم القلب العادي بعمل له رسم قلب بالمجهود او موجات صوتيه بالمجهود الدوائي، او اعمل له حتى مسح ذري عشان اتاكد ان الشرايين ما فيهاش حاجه. طلعت الشرايين ما فيهاش حاجه احوله بقى لبتاع الجهاز الهضمي والمعده. لكن ما اقعدش افترض ان هو ارتجاع في المريء وبعد كده اكتشف ان هو عنده جلطه في الشريان التاجي مقفول. ودي حصل معاها لما اتشخصت كان الشريان اتقفل تماما وفشل ان هم يفتحوه، بس انا بطمنها بقول لها دلوقتي بقى في وسائل ان احنا نقدر نفتح بيها حتى الشريان التاجي المزمن. اذا الالم اللي بيجي بتاع اول حاله ده غالبا ذبحه صدريه، وده لازم يروح برده معهد القلب، يمكن يحتاج تصوير للشريان التاجي سواء بالكمبيوتر او بالقسطره، ويمكن يحتاج توسيع بالبالون وتركيب دعامه. يا حاج بتفترض الأدوية انه ما جابتش نتيجه معاها بتقول، فده معناه ان هو الذبحه بتزيد. فده محتاج بسرعه ما تستناش بدل ما تقلب جلطه. طيب وما دام حضرتك طمنتها ما دام منى على شريان القلب انها تقدر انها حتى المسدود نقدر نفتحه، واحنا عندنا في الايام اللي جايه عندنا في خبير جاي متخصص، هو مصري وتربى في معهد القلب بس سافر بره، دكتور خالد تمام، بحييه من هذا المنبر، بنحييه وبنصبح عليه وبينور مصر. هيجي وهيعمل كذا كورس في الشرايين المزمنه المسدوده، في ادوات معينه جديده هيتبرع بها لمعهد القلب. وهو اتفق معايا ان هنعمل كذا دوره لتدريب شباب الاطباء على الشرايين التاجيه المقفوله المزمنه، بحيث يبقى فيه وحده للشرايين التاجيه المسدوده المزمنه. انا بعمل وحدات تخصصيه، تخصص جوه التخصص. يعني لو جيتي معهد القلب هتلاقي القلب بقى تخصصات، يعني غير الاطفال في كهرباء القلب عند الاطفال، في وحده ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وحده الاقلاع عن التدخين، وحده السكر مع القلب، وفي عياده هنعملها رعايه الحوامل مع القلب. بدور على كل العيادات التخصصيه من ضمنها التفريع بتاع الشريان التاجي، تغيير الصمام الاورطي بالقسطره، سد الثقوب بالقسطره، كذا وحده تخصصيه عشان كل واحد يبقى متخصص في حته صغيره يتقنها. كلما اشتغل اكتر كلما كان الليرن كيرف احسن، كلما كان المستوى يعني يبقى أعلى. متخصص في حاجه معينه مش بيقسم اموات يشتغل شرايين. لا انا قلت لهم لازم تقسموا نفسكم مجموعات، لان طب القلب تشعب جدا وتوسع جدا وتعمق جدا، وما عادش في واحد يبقى ملم بكل فروع القلب. ده يبقى يعتبر ممارس عام في القلب. في القلب دلوقتي اصبح القلب نفسه في قلب عام وفي قلب تخصصي. تمام. فبحاول ان انا اعمل هذه المجموعات التخصصيه عشان نواكب العالم. واحنا نواكب العالم في طب القلب، والمدرسه المصريه عريقه طبعا جميله. ويمكن انا قلت قبل كده ان في مسابقه كاس القلب الاوروبيه في جمعيه القلب الاوروبيه السنه اللي فاتت واللي قبليها، مصر كسبت المركز الاول وتفوقت على بلجيكا وبلغاريا والدول الاوروبيه فيما يتعلق بامراض القلب. مسابقات بين شباب الاطباء احنا بنطلع الاول اكتر. طيب. ناس مذاكره يا رب دايما. الحاجه انا ما سمعتش حاجة أمينة. حاجة أمينة صباح الخير. صباح النور حبيبتي. أهلا بحضرتك اتفضلي. الله يخليك. ممكن أكلم الدكتور؟ طبعا. صباح الخير يا دكتور. صباح الجمال. اسم أمينة ده اسم حلو أوي أنا بحبه. الله يخليك يا دكتور. وإحنا بنحبك أوي يا دكتور. ربنا يخليك. ربنا يديك الصحة. أقول لحضرتك. نعم. أنا عندي جوزي
عمل 3 مرات قسطرة. طلعت ايه؟ عملها وبقى كويسة ويطلع وبقى كويس. بس بقاله سنة على طول عنده بلغم كتير على صدره. هو كان مدخن؟ لا 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 لا، ما فيش. على طول بلغم على صدره وعلى طول مناخيره والمرضة بتنزل. بتنزل؟ في مية بتيجي في صدره كتير؟ نعم. في نهجان ومية بتتجمع في صدره؟ لا ما عملناش مية. يبقى هو عنده برضه حاجة في الشعب الهوائية مزمنة. ده برضه يقدر يجي لنا ونشوف ايه سبب الالتهاب المزمن اللي في صدره ده، هل ده نتيجة القلب ولا نتيجة الرئة؟ في بعض الحالات بتتشخص ان هي برضه نتيجة الرئة، ونكتشف ان عضلة القلب بدأت تضعف شوية، هي اللي بتعمل البلغم. شكرا يا حاجة أمينة. فده محتاج برضه فحص للقلب تاني، نقيس كفاءة عضلة القلب. ممكن يروح معهد القلب يا حاجة أمينة؟ احنا عيادة معهد القلب مفتوحة والاستقبال مفتوح 24 ساعة، لا نتأخر عن أي مريض، وعندنا خبرات. معهد القلب تأسس سنة 64 حجر الأساس، 66 ارتفع بنيان معهد القلب وما زال العلم يرفرف عليه. أنا تعمدت أول ما مسكت جبت علم جديد عشان يبقى خفاق، وحطيت الأعلام في البداية عشان أقول للناس إن احنا مؤسسة قومية مصرية تحب مصر، ومصر دي يعني في دمي. وجات لي عروض كتير جدا في بلاد كتير بره، قلت لا أنا هفضل في مصر، لم أغادرها يوما واحدا إلى المؤتمر علمي أو حجة أو عمرة، وقلت أنا هفضل خدام لقلوب المصريين طول ما أنا عايش. إن شاء الله ربنا يخليك يا دكتور. ناخد أستاذ رضا من المنصورة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك، حضرتك عايز أكلم الدكتور جمال لو سمحت. اتفضل يا حاج رضا. اتفضل. دلوقتي يا دكتور أنا عندي بنتي تعبان عندها 10 سنين. 10 سنين؟ واكتشفنا مؤخرا من 10 أيام بالظبط هي عندها ثقب بين الأذنين. ثقب بين الأذنين، كبير ولا صغير؟ والله هو كبير. ده ممكن يتقفل بالقسطره، ما تقلقش، بدون ما نفتح دلوقتي بقى في تقنيه عن طريق القسطره، ممكن تيجي المعهد وان شاء الله هنديها قرار بنعمل لها جهاز كده يقفل الثقب ده من غير ما نفتح القلب. كان زمان لازم القلب يتفتح. دلوقتي والعظم يتعمل بيتعمل بالقسطره، يعمل اوبن هارد دلوقتي بالقسطره، بنعملها بالقسطره. فتيجي هنشوفها، هنعيد لها الموجات الصوتيه تاني، نقيس حجم الثقب ونعرف مكانه بالظبط ونحدد المساحه بتاعته ونختار له الجهاز المناسب ليه، وبتعملها وتاني يوم بتكون خارجة بدون جراحة. يا حاج رضا، حاج رضا وصلته الرسالة يمكن. طيب تروح معهد القلب يا حاج رضا. مين معانا؟ طيب حاجة سوزان من طنطا. ايوه اي حاجة سوزان، ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ام سوزان. اهلا بيكي. معلش انا اسفة زملائي، بس ما فيش حاجة، انا اللي قلت لهم الاول. بص حضرتك، انا بنتي عاملة عملية سرطان الثدي يعني من حوالي 3 سنين أو 4. ربنا يعافيها يا رب. ورد عليها تاني. فدلوقتي احنا عندنا مشكلة كبيرة، احنا دلوقتي هي بتاخد الدواء الموجه اللي هو اسمه ريسبشن حاجة زي كده. استنى حضرتك اقول لك عليه. وبعدين خدت العلاج الاولاني على نفقة الدولة، والدولة مش راضية تصرف لها الدواء الجديد ده. وبعدين بتاخد الاثنين هيربست حاجه زي كده اسمه هيربست الموجه يعني. فدلوقتي احنا محتارين، ما احناش عارفين نديها العلاج، وانزيمات الكبد عاليه جدا ونفسيتها متحطمه. ده بره القلب؟ هي علاج كيماوي، خدت علاج لسرطان الثدي. هي بتاخد علاج كيماوي، ده ملوش علاقه بالقلب يا. طيب معلش، طب هي عايزه يعني هي عايزه ممكن حد يعني تكلمنا مثلا. طب احنا سيبي بياناتك، واحنا طبعا هنناشد وزاره الصحه ان هم يتدخلوا يشوفوا صرف العلاج بتاع عشان صرف. معلش من غير تحديد، عشان هم صرفوا لها النوبه في العمليه الاولانيه، بيقولوا لها انت مالكيش علاج على نفقه الدوله، وهي مش موظف. لا لا لا، ما تقلقيش، هم الموظف يقول زي ما هو عايز، والدوله بتقول كلمتها بقى، ما تقلقيش. طب احنا نعمل ايه؟ احنا وزاره الصحه سيبي بياناتك وهنبعتها لوزاره الصحه، واكيد هتتدخل وزاره الصحه وتصرف العلاج لبنت حضرتك. طيب شكرا جزيلا، بالله عليك تهتمي بيها، لان احنا مش ما معناش فلوس الجرعه اللي اديناها لها ب 17000. حضرتك ده حقك، انا مش بعمل لك حاجه، والوزاره الحقيقه بتتواصل معانا دايما وبتساعد الحالات اللي موجوده، وعايزه اقول لك ان ده ممكن بيبقى موظف هو اللي عمل كده يعني بيبقى في كل مهنه، حاجه في مهنتنا يعني، فما تقلقيش. انا مش يعني استاذ صابر من شبرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا مش مريض قلب ولا تعاملت مع معهد القلب.
وانما انا عاوز اوجه كلمه شكر للدكتور جمال شعبان. تاني مره اسمعه صراحه، يعني انا مش عارف اقول ايه، يعني يا ريت الروح اللي عنده والجمال اللي عنده يتنقل لبقيه مفاصل الدوله اللي بتتعامل مع الجمهور. صراحة يعني توفيق من ربنا ان الشخصيه اللي مع حضرتك اللي هو الدكتور المحترم يكون دكتور جمال شعبان، جهاز معهد القلب. ما كنتش بسمع معهد القلب ده قبل كده. ناس كتير كانت متوقعه ان معهد القلب في حاله ما لا يرثى لها، بس اللي هيروح معهد القلب هيلاقي الدنيا يا جماعه اتغيرت خالص. والله انا ما كنت بسمع عن معهد القلب ده قبل كده. الدكتور ادانا امل ان في ناس محترمه في يعني يقوموا بدور جميل محترم. اشكرك جدا، شخصيه محترمه، ومفروض الباقيين يعني يعملوا زيه او يتبعوه جزء من حتى من شخصيته واخلاقه واحترامه. حاضر. انا مش مريض قلب بقربه، تاني مره اسمع الدكتور بصراحه. دي تاني مره معانا ان شاء الله، يعني نورنا كتير جدا. بشكرك جدا والف شكر. استاذ مصطفى للتليفون، حضرتك بيقطع على طول. استاذ مصطفى انا معاك اهو يا فندم، معلش. انا مع حضرتك اتفضل حضرتك قول اتفضل. انا بسمعك يا استاذ مصطفى. ايوه شكرا شكرا عليك. بعد اذنك يا دكتور جمال اتفضل يا استاذ مصطفى. انا مصطفى يا دكتور جمال، كلمت حضرتك من حوالي شهرين كده. وطلبت من حضرتك، قلت لحضرتك ان انا عندي تمدد في شرايين تاجي وكده. وباخد له علاج والحمد لله كويس، الحمد لله في تحسن. في تحسن يا فندم. فلما حضرتك قلت لي اعمل ايكو، قلت عرفت للدكتور اللي انا بيقول هو بيعالجني، وعملت ايكو وطلع المستوى 62%. كويس ممتازه. والحمد لله. بس يا دكتور انا عندي ارتجاع مريء فعلا. ارتجاع؟ عنده ارتجاع مريء فعلا. يعني ده مع ده، يعني ده مع ده الاثنين. ماشي، خد حاجه اللي دي سهله، بس المهم القلب. مش قادر يا دكتور، مش قادر اتحمل. انا مش قادر اتحمل، مش قادر اتحمل القلب. الالم بتاع ارتجاع المريء. ممكن تعدي عليا في المكتب بصفه شخصيه عشان اراجع لك الادويه ونكثف العلاج وان شاء الله تبقى كويس. ربنا يخليك. يعني هات دي عمليه. تعالى لي معهد القلب بس وهنشوف. روح يا استاذ مصطفى لدكتور جمال معهد القلب. وهات السي دي بتاع القسطره وهات كل حاجه وانا هقول لك الصح. طب اجل ما عنديش امتى يا فندم؟ تعالى لي بكره في معهد القلب، مكتبي في معهد القلب. بس انت بس مش 1000 واحد تانيين، احنا بنقول يجي واحد ابص الاقي 1000. انت وقعدت الاقي 1000 تانيين. يا رب يكفيك شر المرض. الهي ربنا يخليك. يا رب. دعوه حلوه دي. باولادك وتفرح بيهم وتفرح كل يوم. ربنا يعافيك يا استاذ مصطفى ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا. جات لي عيانه بمناسبه اللي بيشكر في العياده، كان في عياده خاصه انا ما عدتش بقدر اروح غير يوم في الاسبوع، بعتذر يعني. مش قادر اروح كل الوقت من 7 الصبح ل 7 بالليل في المعهد، فما عدتش قادر اروح العياده. ساعات بقدر اروح مره كده كل اسبوع لو قدرت. فبتقول لي بص انا هدي لك دعوه، هي بتقول لي هتعمل لي خدمه انا غلبان. قلت لها خلاص مش هاخد منك الكشف مجاني. ومدى الحياه. قالت لي ازاي؟ قلت لها والله. قالت لي هدي لك دعوه احسن من 100 عماره تبقى بتمتلكها. قلت لها ايه؟ قالت يا رب ما تشوف في جسمك عايه. قلت لها فعلا احسن دعوه ان الواحد يعيش صحيح سليم وعافى. والمصطفى صلى الله عليه وسلم قال كده يعني من اصبح معافا في بدنه يعني ده يعتبر حيزت له الدنيا، اللي ينام وهو سليم ما عندوش وجع وما عندوش مرض طبعا ده احسن من اي حاجه في الدنيا. ساعات احنا بنتشائم وساعات بننسى نعمه الصحه التي لا تقدر بمال ونبص للحاجات الماديه. التشاؤم والافكار. ناخد الحاج نادي يوصل لحضرتك على سؤال. يعني انت عارف حضرتك انه عمليه نقل الاعضاء في مصر من الشخص المتوفى بيحصل عليها جدل كتير. اتأخرت كتير جدا. واحنا متأخرين قوي قوي قوي. فنيا نقدر نعملها من الصبح. طيب هاخد الحاجة نادية، والموضوع ده مهم جدا يا دكتور فيما يتعلق كمان بزراعة القلب او نقل القلب من الشخص المتوفى لشخص اخر. حاجة نادية صباح الخير. صباح الخير. صباح النور يا فندم. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا حاجه ناديه. سامعك الدكتور يا حاجه ناديه. ايوه حضرتك. حضرتك انا عندي ارتجاع في الصمام المترالي. الدرجه بتاعته ايه؟ خفيف متوسط شديد؟ لا تضخم الاذين 46%. كبير شويه الاذين. بقاله قد ايه الارتجاع ده يا ست الكل؟ نعم. عندك الارتجاع بتاع الميترالي ده اكتشفتيه امتى؟ الارتجاع ده بقاله 3 سنين. 3 سنين، بيعمل لك نهجان جامد؟ يعني ارتجاع الصمام الميترالي. انا معلش هشرح الحاله بتاعتها. اتفضل. يعني اسباب كتيره من ارتجاع الصمام الميترالي بيبقى روماتيزم في القلب. تيجي حمى روماتيزميه. يعني التهابات الزور البسيطه دي اللي احنا بنستسهل فيها في الشتاء، ودي رساله للامهات اهوت واحنا داخلين على فصل الشتاء. خصوصا الاولاد بيجي لهم اللوز كمان. بالظبط كده.
يا ريت تحاولوا تدوا التعقيم بتاع الانفلونزا ده موجود في المصل واللقاح ده بيفيد كتير جدا. اللي مش هيقدر وابنه جاله التهاب في الزور لازم يكمل المضاد الحيوي عند دكتور متخصص 6 أيام أو 10 أيام. ما ينفعش معلقة مضاد حيوي ويقول لك الحرارة نزلت ده هو خلاص بقى كويس. في بعض الأطفال عندها استعداد وراثي تعمل أجسام مضادة بيبقى الميكروب ضعف لكن ما انتهاش. يجي الجسم يعمل أجسام مضادة تهاجم الصمام الميترالي تعمل ارتجاع في الصمام الميترالي، تهاجم الكلى تعمل مشاكل في الكلى، تهاجم المفاصل تعمل روماتيزم في المفاصل. يعني التهاب الزور البسيط ده اللي بنهمل فيه ممكن يعمل مشاكل كبيرة وما تظهرش إلا متأخر. يعني في مثلا تيجي الروماتيك فيفر أو الحمى الروماتيزمية سايلنت ملهاش أعراض، أو الحرارة البسيطة دي بعد 10 سنين يلاقي نفسه بينهج هو في العشرينات أو الثلاثينات، نعمل له مجاة صوتية يلاقي عنده روماتيزم في القلب. إيه ده جالي إمتى ده؟ أقول له لا ده جالك من سنين. ده تحذير طبعا من حضرتك، ده جالك من سنين. فلو سمحتوا اهتموا بالتهابات الزور دي، ما تقولش ده عنده احتقان في زوره ده حاجة مسكنة، لا لازم دكتور متخصص يشوف. ولازم يكمل الإزازة حتى، أنا بكتبها كده، حتى تنتهي الزجاجة المضاد الحيوي حتى تنتهي الزجاجة، مش لغاية ما الحرارة تنزل. لأن أنت لو بطلتي قبل ما الزجاجة تخلص 6 أيام مثلا أو 10 أيام هتلاقي حصل انتكاسة وممكن تعمل نشاط روماتيزم. طيب هرجع لحضرتك بقى في موضوع نقل الأعضاء والحياة، مسألة التبرع بالأعضاء أو نقل الأعضاء من شخص لمتوفر. الثقافة دي مش موجودة في مصر، الثقافة دي مش موجودة عندنا في مصر، تكاد تكون منعدمة وزعلوا على القرنية وعملوا الدنيا وبالتالي فاتحين بقى تجارة الأعضاء. أنت عارف حضرتك مع يعني والصدام بقى وما بين الآراء الفقهية وال يعني وغيرها. يا دكتور إمتى هيبقى في أو هيتم التعامل بشكل جيد جدا مع ان مثلا الشخص المتوفي اللي مقرر ان هو يتبرع بقلبه، خصوصا مع الصدام بقى القانون اللي هو متعلق بان الاسره هتوافق مش هتوافق؟ ما ممكن انا كشخص اوافق، انا كاسماء اوافق يعني لو جرى لي حاجه اتبرع مثلا بعضو، تيجي الاسره ترفض، تيجي الاسره ترفض يحصل صدام زي ما حصل في القرنيه والنتيجه يعني بس عشان انا اسفه يا دكتور انا عارفه ان ده مش موضوع النتيجه ان عمليات زراعه القرنيه في معهد القصر العيني توقفت. صح بس كده يعني بسيطه يعني وتشتغل السوق السوداء. انا اسفه في وبيشتروها من بره وبيشتروها بالاف الدولارات، دي حقيقه. يعني انا سمعت مره رئيس القرنيه بنك العيون في القصر العيني بيشتكي الاف الدولارات بيستوردوها من امريكا. طبعا يعني احنا نحط بالقرنيه بتاعت الامريكان واحنا مستخسرين في نفسنا. انا نفسي الثقافه، احنا شعب بنقول ان احنا شعب متدين بطبعه، طبعا عايزين الدين ما يبقاش طقوس بس، الدين معامله، الدين المعامله. يعني طب يا دكتور ما ممكن حد يجي يقول لك انت خدت موافقه المريض بس ممكن الاهل بعد كده يعملوا مشاكل. انا هقول لك زي ما عملوا في المريض. انا بقول لحضرتك محتاجين تغيير ثقافه للشعب. الدين لازم يبقى معامله، الدين عطاء. انا كنت قاعد مع البروفيسور جلال السعيد وده يعتبر من اباء طب القلب في مصر، هو فوق ال80 ربنا يديله الصحه ويبارك في عمره. ويمكن البركه في العمر بتاعت الناس دي بسبب ان هم ساعدوا ناس كتير في حياتهم وعالجوا ناس كتير. هقطع كلام حضرتك، حضرتك قلت على الخبير دكتور عصام جلال خالد تمام. خالد تمام هيوصل امتى ان شاء الله الناس يمكن جاي. اخر الشهر ده ان شاء الله، اخر الشهر ان شاء الله هنظبط وهنعلن عنها ان شاء الله قبل ما يجي. هنعلن حضرتك ممكن برضه تقول لنا هنعلن عنها ان شاء الله ممكن تستضيفيه. يا ريت طبعا احنا بنقدم له يعني بعد اذن حضرتك دعوه على الهواء متبرع ان هو ينورنا في يوم السبت اللي فات. برضو كان في خبير مصري عالمي رضا ابو العطا برضو اتصل بيا وقال لي انا تحت امرك وتحت امر معهد العلم، وهو برضو تخرج من معهد العلم دلوقتي بقى عالمي بيلف الدول ما بيقعدش في حته. يعني جه عمل حاله نوعيه اول مره تتعمل من 3 سنين اللي هو تغيير الصمام الاورطي بالقسطره ونجحت تماما يعني. وهو برضو قال لي تحت امرك لو عايز نجي كل اسبوعين كل شهر هاجي، الدنيا هتتحسن ان شاء الله. طيب. في روح جديدة ان الدنيا هتتحسن بنطمن ام سوزان. وزاره الصحه بالفعل تواصلت معانا ودكتوره منال سالم اخذت بيانات حضرتك وهي المسؤول في الوزاره عن الحالات دي وهتتصل بحضرتك وهو ان شاء الله باذن الله يحل مشكله حضرتك في اسرع وقت. او ما لحقناش نكمل لا كنت اكلم كلمه دكتور جلال السعيد اللي عجبتني الحلقه. دكتور جلال السعيد زارني في مكتبي بيهنيني، هو ما راحش لحد تاني فانا كانت بالنسبه لي حاجه جميله جدا. يعني قال لي اول مره اروح لواحد يمسك منصب في مكتبه يعني، فقال لي بيقول لي حاجه هو بيؤمن بيها من ايام ما كان في الاعدادي ومدرس الانجليزي قالها له. بيقول ان في اتنين يعني قصه كده، في اتنين واحد كان ملتزم بالطقوس والشعائر والتاني ما كانش ملتزم قوي، راحوا عند ربنا فاللي هو
ما كانش ملتزم قوي، دخل الجنه قبل اللي هو ملتزم قوي. فالملائكه قالت له يا رب ده يعني ده كان اكتر واحد، ده ما صلوات في اوقاتها. قال لهم ده الناس كانت بتحبه، ده الناس ما كانش بتحبه. فحب الناس والتعامل مع الناس والعطاء للناس ده هو الذي يدوم. طب امتى يا دكتور هيتفتح ده؟ امتى؟ لما احنا نبقى مش متشددين اكتر من البلد اللي نزل فيها الاسلام. يعني السعوديه البلد اللي نزل فيها الاسلام اعادت تعريف الموت بانه موت جزء المخ. احنا لو جينا على واحد محطوط على جهاز التنفس الصناعي وجزء المخ مات ومن حقنا ناخد القلب عشان ننقله، وهو موافق قبل كده قبل ما يموت وعامل كونسنت ان هو ممكن يتبرع بقلبه، اهله يقول لك لا، طالما القلب شغال يبقى هو عايش. فالسعوديه حسموا هذه القضيه، الاردن حسمت هذه القضيه. البلاد دي سبقتنا كتير، قالهم اكتر من 30 سنه بيشتغلوا طبعا في نقل القلب. مصر اللي هي في عباقره القلب مش عارفه تعمل، لان يعني التشريع يعني حتى الان ما بتعملوش ده. لا، ما هو التشريع يكبلنا، يعني الناس مش عايزه تستوعب هذا الفكره، هذه الفكره. الحاجه الثانيه ان احنا لو بدانا لازم يتعمل كمشروع، وانا ممكن نخلي معهد القلب ده البدايه، يتعمل برضو بنك للقلوب. ولو حسمنا هذه القصه والتبرع بالقلب ان هو الميت حديث، بس احنا واقفين قدام التشريع. هو التشريع كان خرج من البرلمان لكن اتعطل في حته ما اعرفش راح فين، يعني هو طب كان خلاص. احنا ما هنسال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يعني فين اين ذهب هذا التشريع. يعني لو كان التشريع خلص يبقى احنا ممكن نعمل نبدا في عملياتنا للقلوب وهتفيد ناس كتير. طيب ناخد ورد. ايهاب، طيب معلش يا ورد ارجع لنا تاني. استاذ ايهاب، استاذ ادوارد. ايوه يا فندم معاكي. معلش انا يعني كل الناس اللي بتقع مننا انا اسفه، انا اسفه. استاذ ادوارد اتفضل. ممكن اكلم الدكتور بعد اذن حضرتك؟ اتفضل. اتفضل يا استاذ ادوارد. صباح الخير يا دكتور. صباح الجمال. الله يخليك. انا حضرتك انا عامل قلب مفتوح عندكم في المعهد من 2008. ما شاء الله 10 سنين. يعني في عندي شريان شريان تاني؟ قلت ان انا اعمل له دعامات عندكم في المعهد. قالوا لي دخلوا القسطره ما قدرتش تقبل القسطره، الشريان يقبله. الشريان مقفول ينفع له دعامه. ده بعد ال بعد الجراحه. ممكن ما يسالكش. قالوا له الشريان مقفول فمش بيقبل الدعامه. انت ممكن تيجي تاني بس ناظر الحاله بتاعتك واشوف القسطره، اذا كان في فرصه نعرضك على حد من الخبراء اللي هيجوا ما عندناش مانع. لكن يا استاذ ادوار مهم، بص هقول لك بس اسمع بس نصيحتي، اسمع بس نصيحتي. خبير جاي من السعوديه، في حد هيجي قريب ان شاء الله هيعمل شغل كويس، فهات السي دي بتاعك وهنشوف هنعمل ايه. يا استاذ ادوارد روح معهد القلب وانا هحطك على لسته الخبير ان شاء الله، وهو يحطك على لسته خبير يشوف في حد متخصص جاي في الموضوع ده. بص حضرتك المشكله في الشرايين التاجيه ايه؟ هو مجرد بيعمل الجراحه، معلش ده مش بزعلكم او يعني نقد، لكن دي سلوك عايز يتغير. يعني مجرد يعمل يقول لك انا كويس انا بقيت خلاص تمام، يبدا ياكل براحته ويدخن لو عايز يدخن وما يتحركش، يلاقي وزنه زاد والدهون زادت والكوليسترول زاد والسكر بقى 400 والحاله مش مستقره، يرجع يتعب تاني، نعيد السيناريو من جديد. لذلك انا اللي بيطلع من جلطه الشريان التاجي بدعامه، يعني مريض القلب اللي ما بيتابعش حالته الصحيه باستمرار ممكن يجي له السكر. للاسف هو معظمهم اللي بيجيلهم الشرايين التاجيه عندهم السكر كامن وما بيظهرش الا بعد العمليه او خلال العمليه، يعني في حالات كتيره جدا يقول لي عمري ما اشتكيت من السكر، اقول له ما هو السكر مالوش اعراض، مش هتشتكي منه الا اذا حللت. يقول لك ما عمري ما جالي الضغط، ما هو الضغط مالوش اعراض، يعني عشان تستنى الصداع القاتل ده هيبقى الضغط 190، لكن الضغط اللي بيضر القلب بيبقى 140 150، يعني بيبدا بدري. فمهم جدا تفتش عن الارقام بتاعتك. وبرضه الرئيس ما بيسيب لناش حاجة، عمل مبادرة 100 مليون صحة عشان يدور على الضغط والسكر والوزن زيادة اللي هي بتعمل أمراض القلب. هو بص بالفكر بتاعه قال لك طيب ما هو الحنفية مفتوحة، يعني احنا عمالين نعمل دعامات ونعمل عمليات والحالات بتيجي من الناحية التانية نتيجة ان في أمراض بسيطة جدا ما بنعالجهاش. فاحنا لو اكتشفنا السكر هنعالجه، اكتشفنا الضغط هنعالجه، ظبطنا الوزن زيادة والكوليسترول والسمنة، يبقى احنا منعنا امراض القلب. لذلك ثقافه الوقايه برضو دي انا عايز انشرها في المجتمع المصري، ويمكن دي فائده الظهور في هذه البرامج وبرنامجك الجميل. عايزين نركز شويه على الوقايه، التوعيه والوقايه. اللي عنده السكر يهتم بيه جدا لانه اهمل ممكن يبقى مريض قلب بعد شويه. اللي عنده الضغط لو اهمل هيبقى مريض قلب بعد شويه، وندخل بقى في دعامات وجراحات في دوامه ناخد استاذ محمد. طيب بعد اذنك يا دكتور. استاذ محمد. ايوه. اي فندم صباح الخير. صباح النور يا فندم. اهلا بيك فندم. اتفضل. صباح النور يا فندم. صباح النور يا فندم. اتفضل. الله يخليك. انا راجل سن 75 سنه. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك يا فندم.
والحقيقه انا عملت 3 دعامات، دعام في الشريان التاجي. امتى؟ 2 دعامات تانيين من 3 4 سنين في معهد القلب. تمام. اتحطيت حطوا لي دعامات مش دوائيه، عاديه. وبعدين بعد كده يا فندم جات لي ذبحه. جات لي ذبحه، فرحت حطيت دعامه تانية دوائيه. بعد كده انا جات لي ذبحه قريبه قوي من شهر ونص، رحت لعين شمس. عين شمس قالت لي عملت لي، شالت الجلطه الحمد لله. بعد كده قالت لي ما اقدرش اعمل لك العمليه بتاعت دعامات، انت عندك الشرايين ضعيفه او عندك كمان هندخل صبغه كتير، فعشان اركب لك دعامات. وظائف الكلى اخبارها ايه؟ ايوه، هي عندي 2.1. عالي شويه، عشان كده خافوا من الله. بس دي لها حل، لها حل، ما تزعلش. بتعالج النهارده يا فندم، بقالي اكتر من بقالي اتنين شهر ونص ما بينزلش الكرياتين. طيب بص، ممكن تعدي عليا بالمعامل بتاعتك وبالسي دي بتاع الاسطره، واشوف هقدر اساعدك ازاي في معهد القلب. تجيلي بكره ان شاء الله في معهد القلب في مكتبي، وان شاء الله اعمل لك اللازم. ماشي. شكرا يا حاج محمد، والف سلامه على حضرتك. تمام يا دكتور، الوقت ما حضرتك جري بسرعه، وعايزين حضرتك تنورنا حقيقي تاني. بضمي صوتي لصوتك ان التشريع يخرج، ونفسنا يا جماعه انه تخرج اول عمليه نقل القلب، تخرج من معهد القلب المصري، واعتقد ده محل ثقه، وناس كتير هتبقى بتثق انها تتبرع، وان التشريع كمان ما يخرجش مجحف. يعني عايزه اقول لكم انه الضجه اللي حصلت موضوع القرنيه وقفت زراعه القرنيه في القصر العيني، ومش واحنا محتاجين يا دكتور لعمليه زراعه القلب دي. طبعا في حالات كتيره لهبوط القلب المتمدد، وشباب صغير فعلا ممكن يستفيد منها، والمهاره الفنيه موجوده والكفاءه موجوده، ودي هتطور حاجات كتير قوي، لان هتعمل يا ريت ده يحصل، يا ريت بنك للقولون والتيشو ماتشنج والتناسق الانسجه، والكوادر المصريه جاهزه، بس تطلع وتتحط في الاطار بتاعها، يطلع التشريع وتدخل في اطار قانوني، ونغير الثقافه. شكرا جدا استاذ دكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، نورتنا في هذا الصباح، وبشكرك على وجودك معانا. ان شاء الله تنورنا مره ثانيه. شكرا لحضرتك، وتمنياتي لقلوب المصريين والعرب والعالم كله يكون بصحه وسلام وخير وعافيه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكركم كل مشاهدينا في هذا الصباح، بشكركم على حسن المتابعه، وبعتذر الحقيقه على التليفونات حي غصب عننا، انا بعتذر لو خط واقع او حاجه، يعني مش بنبقى يعني لاحقين. نتمنى انه يخرج هذا التشريع للنور. في اي اجهزه ناقصه لمعهد القلب يا دكتور؟ عايزين تبرعات بس، يعني يا ريت لو في بجد كبار رجال الاعمال يجيبوا لنا فلوس كتير، عشان انا عايز اعمل، مفيش حاله تستنى، عايز يبقى عندي زياده. الدولة مش متأخرة، لكن احنا نحب زيادة. احنا عموما نتمنى انه كمان يحصل دعم لمركز معهد القلب للأطفال، ان شاء الله اللي ان شاء الله بإذن الله هيتم العمل عليه، ونكون، انا عارفة ان احنا معنا ناس كتير من جمهورنا في الصباح ممكن يدعموا هذا المشروع بإذن الله. ربنا يحفظكم جميعا، اشوفكم بكرة على خير، وحلقة جديدة من هذا الصباح بإذن الله. تحياتي لكم، أسماء مصطفى.